السلام عليكم، معكم دكتور مأمون أهرام. راح أغطي معكم إن شاء الله 6 محاضرات مولكلر بيولوجي. أتمنى إنه ترجعوا لبعض المحاضرات البيسك اللي أعطيتكم إياهم من فترة سنة تقريبا. البيسك تبعت المولكلر بيولوجي فيما يتعلق بالـ DNA structure أو أي شيء، يعني إحنا راح نحكيه في المحاضرات الجاي، ومتمشكل عليكم ببعض الفهم. راح أحاول أغطي بعض البيسكس إن شاء الله. الـ6 محاضرات تبعت الموليكلر راح تكون تكنيكس، ماشي؟ فضروري إنه نعرف البيربس تبع كل تكنيك وكيف هذا التكنيك بيشتغل. راح نبدأ أول إشي بالـ DNA cloning والـ recombinant DNA technology. ايش يعني الدي ان اي كلونينج بالاساس؟ هو عباره عن تكنيك بيساعدني انه اكثر من كميه دي ان اي. عاده احنا بنستخدم بيولوجيكال سيستم، في العاده هو بكتيريا، فبنخلي البكتيريا هي اللي تعمل هذه النسخ المتعدده من الدي ان اي اللي احنا مهتمين فيه. هلا عشان احنا نعمل دي ان اي كلونينج احنا بحاجه انه نعمل ريكومبيننت دي ان اي. شو يعني ريكومبيننت دي ان اي؟ هو basically DNA المكون من two or three different DNA pieces from different sources. فممكن مثلا 2 يكونوا من بكتيريا أدمجهم مع بعض، أو 1 بكتيريا و1 human أدمجهم مع بعض، ممكن يكونوا 3، أوكي؟ بس راح يكون أنا عندي a piece of DNA مكون من يعني 2 أو أكثر pieces of DNA مشبوكين مع بعض. طبعا لما نحكي مشبوكين مع بعض معناته فوسفودايستر بوند. هلا في العاده هو بكون الريكومبيننت دي ان اي مكون من الكارير، وهذا بنسميه فيكتور، وبالعاده هو بكتيريال بلازميد. هلا بنحكي ايش هو بلازميد، ايش هو البكتيريا بلازميد، زائد الدي ان اي بيس اللي انا مهتم فيها، اللي هي عادة برضو بتكون جين، بمعنى انه بصير لها ترانسكريبشن وترانسليشن، اوكي؟ فهو بروتين كودينج جين. عشان نعمل هذا الريكومبيننت دي ان اي احنا بحاجه ل ريستريكشن اندونوكليازز، وبنحط احنا الكارير او ريكومبيننت دي ان اي في البكتيريا. البكتيريا طبعا رح يصير لها ديفيجن وجروث وبروليفريشن، وكل بكتيريا بالتالي راح تكون حاملة هذا الريكومبيننت دي ان اي، فبالتالي راح تكثر من هذا الدي ان اي، الريكومبيننت دي ان اي. طب ايش هم الريستريكشن اندونوكليازز؟ الاندونوكلياز هو او النوكلياز خلينا نحكي هو الانزيم اللي بيعمل كليفج وديجريديشن للدي ان اي، للنوكليك اسيد. لما بالعاده هو دي ان اي، لما نتكلم على اندو معناته انه الكت راح يصير within the DNA fragment، اوكي؟ يعني مش من النهايات. هلا ريمبر الدي ان اي از دبل ستراندد، بدايه 5 برايم 3 برايم، والكومبلمنتري ستراند انتي باراليل 5 برايم 3 برايم. فبيجي الاندونوكلياز اند كتس ذا دي ان اي within the fragment، مش من النهايات. اذا كان من النهايات بنسميه اكزو نوكلياز. طيب restriction ايش يعني؟ restriction بيعني بانه it restricts، يعني بحد من تكاثر البكتيريال فيروسز اللي اسمها bacteriophages. طيب لكن يعني انا بحور كلمه restriction، فبحكي لكم انه restriction endonuclease هو restricted بوين بيعمل degradation. فهو بيعمل degradation على restriction site اللي هي سايت معينة، سيكونس معينة، بيعمل لها ريكوجنيشن، بيميزها عن غيرها، وبيعمل الكت within هذه السايت. طيب فا it breaks the phosphodiester bond. It generates بالتالي restriction fragments. اوكي؟ هذه تكلمنا عليها في السابق. هلا لاحظوا انه هاي السيكونسز تبعت الريستريكشن سايتس بشكل عام تنقرا نفس الشيء من على التو ستراندز، على التو انتي باراليل ستراند، من الفايف برايم لل 3 برايم. مثلا الايكو ار 1 هذا ريستريكشن اندونوكلياز بيعمل ريكوجنيشن للسيكونس اللي هي جي اي اي تي تي سي من الفايف برايم لل 3 برايم. لاحظوا انه الكومبلمنتري ستراند 5 برايم تو 3 برايم نفس السيكونس جي اي اي تي تي سي.
الهندي 3 هذا كمان restriction endonuclease، هاي ال restriction site اللي هو بتعرف عليها AAGCTT. ال complementary strand برضو 5 prime to 3 prime AAGCTT نفس السيكونس. هذه السيكونسز هاي كمان example، هاي السيكونسز بنسميها palindromic sequences اللي بتنقرأ نفس الشيء من either strand. هلا لاحظوا شغله انه الايكو ار 1 مش انه بطلع على هاي السيكونس وبحكي انه ايه هذه التوب ستراند وهي الباتم ستراند، it doesn't matter لانه ممكن نقلب بالدي ان اي باي ذا واي. اوكي طيب ايش اللي بيعمله الريستريكشن اندونوكليز؟ اذا هو بيعمل كات. هلا الكات ما بصير دائما بالنص بوسط الريستريكشن سايت، ممكن يصير عن الجنب. هلا اذا عمل هو كات ستريت هيك بيطلع فراجمنتس ريستريكشن فراجمنتس الانز تبعتها بلنت. بلنت يعني انه ناشف حاد. فبحكي مثلا انت اذا بتكون ناشف مع واحد وبتحكي رايك بصراحه بين قوسين بوقاحه، فبقول لك يا الله يو ار سو بلنت، يعني انت ناشف حاد يعني دغري. ماشي، نفس الشيء الريستريكشن اندونوكليس بيعمل كات ستريت هيك بوسط ال restriction fragment. لكن هدول الانزيمز الريستريكشن اندونوكليس اللي بيعملوا blunt ended DNA fragments ما بيهمونا كتير. اللي بيهمنا هم الفراجمنتس اللي بيعملوا الكتس اوف سنتر، بمعنى انه بيعملوا كت زي الاكر 1 GAATTC بيعمل كت ما بين الجي والاي، وعلى الستراند الثاني بيعمل كت بين الجي والاي، فراح يصير الكت مش straight، وبالتالي راح يطلع انا عندي DNA fragments ال ends تبعتهم بنحكي انه هم cohesive ends او sticky ends. طب ليه cohesive ليه sticky؟ لانه ال ends ممكن يرجعوا مع بعض ويعملوا hydrogen bonding لانهم complementary لبعض، فهذه السيكونس complementary لهي السيكونس. اوكي، فراح يصير في hydrogen bonding. هم هدول actually ال restriction endonucleases المفيدين لإلنا اللي بيعملوا cohesive ended DNA fragments أو restriction fragments. ليش مهمين؟ لأنه أنا ممكن أجيب two DNA two different DNA pieces أعمل لهم cut بالecho R1 على سبيل المثال، بطلع عندي fragment sticky end، وبطلع عندي على DNA fragment الثانية كمان DNA مع sticky end، وبكون هدول الـ ends complementary لبعض، وبالتالي راح يصير في hydrogen bonding بيناتهم. فأنا ممكن أجيب bacterial DNA أوكي وأعمل منه restriction fragment with a sticky end، وأجيب human DNA ونفس الشيء ممكن أجيب أعمل له cut ويصير عندي sticky end. هلا هاي الـ sticky end مع هاي الـ sticky end راح يصير بيناتهم hydrogen bonding. أوكي هلا ما راح يجي الدي ان اي ويحكي لا لا انت بكتيريا انا ما بعمل معك هيدروجين بوندينج. اوكي ات دازنت ماتر اتس ا اتس ا اتس ا كيميكال مولكيول. اوكي ات جاست ات دازنت ماتر. اوكي ات اول كيرز اباوت وذر انه راح يكون الانز كومبلمنتري ولا لا، راح يعمل هيدروجين بوندينج ولا لا. هلا طبعا الهيدروجين بوندينج از نوت انف. ليش؟ لأنه it's reversible bonding، صحيح؟ non-covalent interaction. فعشان هيك احنا منضيف الـ DNA ligase اللي بيكون بحاجة لـ ATP، هذا الـ ligase راح يعمل formation لإيش؟ phosphodiester bond ما بين الـ 2 DNA fragments، وبالتالي راح يطلع عندي أنا 1 DNA molecule continuous مكون من DNA fragments of different sources، هذا اللي بنسميه احنا recombinant DNA. طيب بنعمل بعدين كلونينج. شو يعني كلونينج؟ شو يعني كلون؟ كلون يعني نسخة من شغلة، فكلونينج معناته انه انا بعمل نسخ من شغلة معينة. هلا الكلونينج ممكن يكون للبكتيريا. مثلا انا باخذ بكتيريا وبحطها على بيتري ديش، it will grow. هلا حيكون على عندي single cells، لو جيت انا بعد كم من ساعة او جيت ثاني يوم راح نشوف انه على الديش بدل ما يكون عندي انا one bacteria cell اللي ما راح اقدر اني اشوفها، راح يكون عندي انا colonies او clones، لانه كل وحدة من هدول الخضر هي راح تشبه الام تبعتها اللي هي هاي المذر cell. طيب وكل وحدة من هدول
راح يشبهوا المذر سيل، فهذول كلياتهم هذول كو كلونز من هذه السيل، فهذا هو البكتيريال كلونينج. الهيومن كلونينج ايش يعني؟ يعني انه انا باخذ انسان وبعمل نسخه مماثله لها زي التوينز، ايدنتيكال توينز، اوكي؟ فبعمل نسخه مشابهه لهذا الانسان، فهذا هو الهيومن كلونينج اللي بخوفونا فيه دائما بالاخبار والافلام. طيب هلا اللي بنعمله احنا ايش؟ بناخذ البلازميد تبع البكتيريا، بنعمل كات سنجل كات بريستريكشن اندونوكليز، ات اوبنز اب، وباخذ الدي ان اي فراجمنت تبعي، خلينا نحكي هيومن جين، وبعمل كات لإله بنفس الريستريكشن اندونوكليز، بحيث انه راح يطلع عندي ستيكي اندز، هدول الستيكي اندز كومبلمنتري مع الستيكي اندز تبع البلازميد. فهي الدي ان اي فراجمنت راح يصير بالاندز تبعتها مع الاندز تبعت البلازميد هيدروجين بوندينج، بضيف الدي ان اي لايجيز وبسكر. فهلا طلع انا عندي ريكومبيننت دي ان اي مكون من البلازميد زائد الهيومن جين جزء منه. هلا باخذ انا هذا البلازميد وبدخله جوا البكتيريا بطرق يعني معينه مختلفه، بدخل جوا البكتيريا. هلا البكتيريا بتاخذ البلازميد وبتعمل منه كوبيز. هلا البلازميد اذا ايش هو؟ هو اكسترا كروموزومال مولكيول، يعني مختلف عن الكروموزوم تبع البكتيريا، زائد انه البكتيريا بتقدر انها تعمل نسخ متعدده من هذا البلازميد جواتها، فبدل ما يكون انا عندي 1 دي ان اي بلازميد، البكتيريا راح تعمل 10 من هذا الدي ان اي بلازميد. اوكي، هلا ايش هي الخصائص تبعت البلازميد اللي انا ممكن ان استخدمها بالدي ان اي كلوننج؟ اول شيء انه it has to be able to replicate. البكتيريا لازم تعمل له replication. عشان البكتيريا تقدر تعمل replication للبلازميد لازم انا يكون عندي origin of replication. هاي السيكونس اللي حكينا عنها قبل هيك بمحاضرات الدي ان اي replication. So it's a sequence اللي ممكن يجي الدي ان اي polymerase يبدأ منها ويعمل نسخة من هذا البلازميد. فإذا أنا شلت هذا الـ origin of replication، البكتيريا ما راح تقدر إنها تعمل replication أو copying للبلازميد. فلازم يكون عندي origin of replication. هذا واحد. اثنين، لازم يكون عندي مكان اللي أحط أنا فيه الـ DNA insert، الـ human gene. بمعنى إنه لازم يكون عندي أنا restriction site، يجي الـ restriction in the nucleus يعمل cut، single cut. اوكي، طبعا اذا عمل تو كاتس مصيبه لانه وقتها راح يفرط هذا البلازميد، انا بس بدي اعمل سنجل كات عشان افتح البلازميد، اوكي، واقدر اني احط فيه الدي ان اي انسرت. فلازم يكون عندي انا سايت معين سنجل سايت اللي ممكن انه الريستريكشن اندونوكليس يعمل كات. عاده هاي البلازميدز احنا بنشتريها من الشركات وبتكون فيها مثلا منطقه معينه فيها أكثر من restriction site لأكثر من plasmid، so it's engineered بطريقة اللي ممكن أنا أستخدم أي restriction endonuclease أنا بدي إياه على الplasmid، ونفسه ممكن أستخدمه على الinsert اللي أنا بدي أدخله جوا الplasmid. زائد رقم ثلاث، لازم يكون عندي selectable marker. ايش يعني؟ بمعنى انه البكتيريا اللي دخل في هاي البلازميد انا بدي اعمل لها سيلكشن. اوكي، البكتيريا اللي ما دخل فيها البلازميد انا ما بدي اياها. عاده هذا السيلكتبل ماركر بكون انتبيوتيك ريزيستنس جين، يعني بيعطي للبكتيريا القدره انها تقاوم الانتبيوتكس. فمثلا عندي انا جين اللي هو الامبيسرين، فالبكتيريا اللي راح تاخذ هذا البلازميد راح تكون عندها مقاومه ريزيستنس للامبيسرين. البكتيريا اللي ما فيها الامبيسرين ريزيستنس جين اللي هو البلازميد يعني ما راح تعيش وراح تموت، وبالتالي انا راح اعمل سيلكشن. هذه عمليه السيلكشن يعني مختلفة، ممكن أنا أستخدم again antibiotic resistance gene، ممكن أستخدم جين تاني، راح نتكلم عن بعض هاي الجينز later on في techniques تانية. فالأيديا again أنا باخد الهيومن جينوم مثلا،
بعمل كات لجين معين او سيلكشن لجين معين، بضيف عليه الريستريكشن اندونوكليز زي الايكو ار 1، بيعمل لي كوهيسيف اندد دي ان اي فراجمنت، وباخد البلازمنت من البكتيريا بعمل كات بنفس الريستريكشن اندونوكليز. طيب رح يطلع عندي ايش؟ برضه نفس الشيء ستيكي اندز. لما احط هدول مع بعض اعمل لهم ميكس اخلطهم راح يسكروا على بعض، وبحط انا الدي ان اي لايجيز وبسكر، وبعدين بدخل البلازميد الى الداخل. هلا هل ممكن انه البلازميد يسكر على حاله بدون الدي ان اي فراجمنت؟ طبعا ممكن، اتس ا ماتر اوف probabilities دائما، اوكي دائما في احتمالات، لكن لما تكون كميه هذا كبير ممكن، يعني صعب انه البلازميد يسكر بدون ما يكون هذا موجود كجزء منه. طيب بناخذ البلازميد ريكومبيننت بلازميد، بندخله جوا الايش البكتيريا، بنحط الانتيبيوتكس. هلا الانتيبيوتكس راح تقتل البكتيريا اللي ما فيها البلازميد، والبكتيريا اللي فيها البلازميد راح تضلها عايشه. ثاني يوم راح تكون كمية البكتيريا ضخمة جدا، فأنا ببدأ actually مش من one cell، لكن لو أنا بديت من one cell وعملت المتتالية 1 2 4 8 16 إلى آخره، ثاني يوم راح يكون عندي millions of bacterial cells. لو حكينا أن كل واحدة منهم تعمل لي 5 plasmids، فتخيلوا 5 ضرب عدد البكتيريال سيلز اللي هم المليونز، فراح يكون عندي من 1 بكتيريال سيل راح يكون عندي مليونز اوف كوبيز اوف بلازميدز. بقتل البكتيريا، بطلع البلازميد، بعمل له بيوريفيكيشن، هي عندي انا كميه مهوله من البلازميدز اللي فيها الدي ان اي فراجمنت اوف انترست. هيك انا عملت كلونينج للدي ان اي. إذا إحنا ممكن نعمل كلونينج لأكثر من دي إن إيه فراجمنت، لكن عادة هاي دي إن إيه فراجمنت هو عبارة عن جين، أوكي؟ بمعنى إنه رح يصير له ترانسكريبشن ترانسليشن لبروتين. هلا an overview of a gene إيش هو؟ So it's a region of DNA that can be transcribed and translated into a protein. عادة هذا الجين عشان نقدر نعمل له ترانسكريبشن لازم يكون في له بروموتر. إيش هو البروموتر؟ هو البايندينج سايت للـ DNA polymerase، فراح يجي سوري للـ RNA polymerase، فراح يجي الـ RNA polymerase يربط على البروموتر، يعمل ترانسكريبشن من ترانسكريبشن ستارت سايت نقطة معينة، بيكمل في ترمينيشن سيكونس راح يوقف عندنا هون. اوكي طلع عندي مسنجر RNA. هلا المسنجر RNA في البكتيريا عشان تستخدمه وتعمل ترانسليشن لازم يكون في سيكونس اللي هي شاين دالغارنو سيكونس. شو هي الشاين دالغارنو سيكونس؟ اللي هي جزء من الجين. اوكي هلا ايش هي الشاين دالغارنو سيكونس؟ هي رايبوزومال بايندينج سايت، فرح يجي الرايبوزومز يربطوا عليها يقعدوا عليها بيسكلي بايند تو ات، وراح يبدوا الترانسليشن من ذا فيرست اي يو جي اللي هو الميثيونين، وبكمل الترانسليشن لحديث ما يوصل على ترانسليشن ستوب كودون اللي هي UAG UGA UAA. اوكي فراح يطلع عندي انا البروتين. فانا ممكن احط بالتالي هيومن جين انسايد ا بلازميد واخلي البكتيريا تعمل ترانسكريبشن وترانسليشن وتعمل لي برودكشن للهيومن بروتين، وهذا اللي بيصير اكشلي. فانا عندي مثلا هي البلازميد، هذا البلازميد احنا بنسميه اكسبريشن فيكتور لانه انا بستخدمه عشان يعمل لي اكسبريشن للجينز. فعشان فهذا الاكسبريشن فيكتور فيه البروموتر، فيه الشاين دالغارنو سيكونس، زائد فيه الكلونينج سايت اللي هو المكان اللي راح يصير فيه سنجل كات باي ذا ريستريكشن اندونوكليز. البلازميد اوبنز اب، لاحظوا انا عندي اوريجينال ريبليكيشن، عندي الانتيبيوتيك ريزيستنس جين اللي هو الامبيسيلين ضد الامبيسيلين، فحط انا الدي ان اي انسرت جوا البلازميد. اوكي فراح اجين البروموتر دي ان اي بوليميريز بعمل ترانسكريبشن، بعدين من الشاين دالغارنو سيكونس الرايبوزومز بتقعد على المسنجر ار ان اي وبتبدا من الاي او جي اللي هو موجود عندي هون. اوكي فبخلي البكتيريا تعمل برودكشن للهيومن
بروتين. فهذه البروتينز اللي انا ناخذها من البكتيريا اللي ما فيها شيء فيكتور. ايش هذا التكنيك اللي موجود عندي هون؟ هو الاس دي اس بيج. اس دي اس بيج اللي هو الالكتروفوريسيس بيسكلي للبروتينز. طيب هون كل البروتينز الموجودة في البكتيريا هيها موجودة هون. هاي البكتيريا هاي البروتينز اللي أخذها من البكتيريا اللي فيها الإكسبرشن فاكتور. فعندي هاي البروتين تبعي موجود هون as you can see here. فكل باند لاحظوا كل باند represents a protein. أوكي فأنا ممكن أستخدم الإكسبرشن فاكتور علشان أعمل production للإنسولين للجروث هرمون other proteins اللي ممكن أستخدمهم أنا ب the treatment with therapy of patients. طب انا عندي مشكله بالهيومن جينز. ايش هي؟ انه انا عندي انترونز وعندي اكزونز، والانترونز هذول هم جزء من الجين. فاول ما يصير في ترانسكريبشن راح يطلع عندي البري مسنجر ار ان اي فيه نفس الشيء الاكزونز مع الانترونز. هلا هاي الانترونز لازم انه احنا نشيلها. طيب فلازم نشيلها عشان يطلع عندي انا messenger RNA بدون اي entrance. طب كيف نحل هاي المشكله؟ والله السولوشن هو انه انا استخدم reverse transcriptase. شو هو reverse transcriptase؟ هو viral enzyme زي اللي موجود في الكورونا فيروس. فايش راح يعمل هذا؟ هذا راح يحول ال RNA molecule يحوله الى DNA. هذا هو complementary DNA. وبعدين بحط انا دي ان اي بلوميريز عشان يعمل لي السكند ستراند. اوكي فراح يطلع عندي دبل ستراندد دي ان اي اللي هو ريبرزنتيشن للجين لكن بدون الانترونز، لانه انا اخذت المسنجر ار ان اي الماتشور اللي هو صار له سبلايسنج انه انا شلت الانترونز منه. هذا هو الحل. وهذا اللي انا راح احطه الكومبلمنتري دي ان اي هو اللي انا راح احطه في البلازميد. هذا اوكي. هلا برضو انا عندي مشكله ثانيه موجوده في البكتيريا اللي هي انه البروتينز تبعت البكتيريا ما فيها دايسولفايد بوندز. اوكي فالهيومن بروتين اذا فيه دايسولفايد بوندز ما راح يصير له بروبر فولدنج جوا البكتيريا سيل. زائد انه بالبكتيريا ما في البوست ترانسليشنال موديفيكيشن للبروتينز، يعني ما في جلايكوسيليشن ولا فاسفورايليشن ولا كل هذه الموديفيكيشنز اللي بتصير بالهيومن سيل. زائد انه في بعض الاحيان بعض البروتينز بحاجه الى اسيستنس مساعده عشان يصير لها فولدنج، زي البروتينز اللي هم الشابيرونز. هذول اللي بيساعدوا البروتينز الثانيه انه يصير لهم بروبر فولدنج، وبالتالي هذا البروتين ما راح يصير له بروبر فولدنج جوا البكتيريا. البكتيريا ممكن تشوف هذا البروتين وتحكي هذا مش لإلي وتعمل له ديجريديشن اوكي وتشيله. يعني في عندنا مشاكل ممكن انها تصير داخل البكتيريا لما تعمل اكسبريشن لهيومن بروتين. طب ايش السولوشن؟ السولوشن نستخدم ييست. شو هم الييست؟ هذول يوكارياتيك سيستم. اوكي سنجل سيلز، هاي هاشي كل واحده منهم سنجل سيل، they grow really fast زي البكتيريا لكنهم يوكارياتيك، فيهم نفس البروبرتيز تبعت الهيومن بروتينز. يعني ممكن فيهم دايسولفايد بوندينج، ممكن يعملوا دايسولفايد بوندينج، ممكن يعملوا جلايكوسيليشن بوست لازريشن موديفيكيشن للبروتينز اند سو اون. فانا ممكن they grow fast as well، فانا ممكن استخدم الييست عشان اعمل اكسبرشن لهيومن بروتينز. اوكي كيف انا ممكن اني استغل البكتيريا عشان اعمل هلا بروتين بيوريفيكيشن اوكي او اعمل ديتكشن للهيومن بروتين داخل البكتيريا؟ على فرض بدي اعمل انا بيوريفيكيشن لكن ما عندي وبدي اعمل افينيتي كروماتوجرافي. ارجع على ايش يعني افينيتي كروماتوجرافي بمحاضرات البايوكيمستري، اللي هم بيسكلي انا ممكن استخدم الكولمن اللي فيه بيدز. هاي البيدز عليها انتي بوديز، الانتي بوديز راح تساعدني انه اعمل بيوريفيكيشن لبروتين معين لانه الانتي بوديز بايند سبيسيفيكلي لبروتينز. طيب على فرض انه انا ما عندي انتي بودي للبروتين تبعي اوف انترست، طب ايش ممكن اعمل؟ ممكن اعمل بروتين تاجنج.
شو يعني tagging؟ يعني أحط label على ال أحط extra piece على ال protein تبعي. أوكي tag زي ال label. أوكي فأي t-shirt عندك مثلاً أو shirt أو whatever عليه tag عليه ال label. أوكي مو مبينة ما بتأثر على الشكل القميص تبعك ولكن يعني هو الشيرت تبعك يعرف ايش الكومبوننت تبعه ايش اسمه الماركة من اي دولة صنع والى اخره نفس الشيء البروتين طب كيف اعمل انا هدول التاجز بيسكلي بيكون جزء من الاكسبرشن فيكتور عندي جزء من بحط فيه اللي هو السيكونس تبعت التاج اوكي فلما احط انا الجين تبعي او البيس اوف دي ان اي جزء من البلازميد واعمل ترانسكريبشن هي عندي الريكومبيننت دي ان اي راح يبدا ترانسكريبشن راح يصير في ترانسكريبشن لهذا الجزء من اللي هو التاج اللي هي الاكسترا بيس فراح يطلع انا عندي البروتين مع التاج هذا التاج ما راح ياثر على الاستراكشر تبع البروتين اللي راح يطلع من هذا الريكومبيننت بلازميد والتاج راح تعرف لي البروتين طيب هلا بما انه البروتين استاجد انا ممكن اعمل اس تي اس بيج وبعمل وستن بلوتينج انه ديتكشن للبروتين تبعي باستخدام الانتي بوديز اوكي اجين رجعوا للوستن بلوتس اميرو بلوتس في محاضرات البايوكيمستري لما احط انا الانتي بودي الانتي بودي هو سبيسيفيك مش للبروتين هو سبيسيفيك للتاج فراح يصير في ديتكشن للبروتين نفس الشيء انا ممكن استخدم هذا التاج للبيوريفيكيشن فعندي انا البيد افينيتي كروماتوجرافي عندي البيد عليها الانتي بوديز هاي الانتي بوديز هي سبيسيفيك مش للبروتين لا هو للتاج اللي على البروتين وبالتالي كل هاي البروتينز راح تمشي بالكولم راح تطلع لكن البروتين ذا تاجد بروتين would bind مع الانتيبوديز وبعمل بعدين بعمل ريليس انا لهذا البروتين اوكي فراح يطلع عندي انا بيوريفايد بروتين هلا هذا التاج ريممبر ما بياثر لا على الاستراكشر ولا على الفانكشن اوف ذا بروتين فانا عندي تاجز مختلفه ممكن اني استخدمها one of the most common اللي هو البولي هيست تاج او اللي هو عباره عن 6 هيستيدينز عادة بكونوا على الـ N-terminus of the protein 6 histidines ما في أي protein by the way فيه 6 histidines طيب ممكن أستخدم أنا whole protein يعني حيكون البروتين تبعي جزء من البروتين تاني زي green fluorescent protein أو glutathione S transferase هلأ في أنا عندي antibodies أو هو نفسه هذا البروتين يطلع لي signal فأنا ممكن أعمل detection للبروتين تبعي لانه هذا اللي بيطلع لي السيجنال ممكن انا البولي هيس تاج ممكن استخدمه بالبيوريفيكيشن لانه في انتي بودي للهيس هذول ممكن استخدم البولي هيس كمان للبيوريفيكيشن طب كيف اعمل بيوريفيكيشن للبروتين فيه ال6 هيستيدينز او البولي هيس تاج هذول ال6 هيستيدينز they are able to bind للنيكل فانا ممكن احط يكون عندي كولم اوكي عليه النيكل هذا النيكل راح يربط مع ال6 هيستيدينز اللي هو بيسكلي البروتين تبعي فهي مثلا اجين اس تي اس بيج هذول صار في اكسبريشن للبروتين تبعي من ضمن البروتينز اللي موجوده في البكتيريا هذا هو البروتين تبعي مع كل هاي البروتينز هون بعد البيوريفيكيشن Affinity Chromatography فيه النيكل لاحظوا انه انا عندي one single band كل بقية البروتينز راحت لكن فالبيوريفيكيشن راح يكون very specific بس للبروتين اللي عليه البولي هيس ممكن كمان يكون انا عندي هذا البروتين عليه glutathione S transferase an enzyme اوكي البيدز لما اعمل افينيتي كروماتوجرافي راح احط عليها جلوتاثاين اللي هو السبستريت تبع الجلوتاثاين اس ترانسفيريز كل البروتينز راح تمشي ما راح تربط مع الجلوتاثاين ما عدا البروتين تبعي اللي عليه الجي اس تي وبعدين كيف اعمل ايلوشن يعني كيف اطلع
الريكومبيننت بروتين من الافينيتي كروماتوجرافي انه احط على فري جلوتاثيون. هون راح ينفك الانزيم تبعي عن الجلوتاثيون اللي هو شابك مع البيدز وراح يربط مع الجلوتاثيون الفري جلوتاثيون وراح ينزل معه. ريمبر لما جينا حكينا على الافينيتي كروماتوجرافي وحكينا على البروتين اللي اسمه كونكونافلين A اللي هو بربط مع الجلوكوز، نفس الفكرة. فهيك انا عملت بيوريفيكيشن للبروتين تبعي. طيب طب كيف بيصير في برودكشن لهيك ريكومبيننت بروتين مكون من تو ديفرنت بروتينز؟ ويل جينيتك انجينيرنج، انا ممكن اخذ جين A اللي بطلع لي بروتين A وجين B بطلع لي بروتين B، وممكن اني اخليهم جزء من وان سنجل بروتين. يعني ما في ترانسكريبشن تيرمينيشن سايت هون، لا لا، الترانسكريبشن راح يكمل لحد ما يخلص على نهايه الجين الثاني. كيف راح يطلع عندي انا بروتينز، تو ديفرنت بروتينز لكنهم لينكد مع بعض، زي كيف انا عملت بالريكومبيننت بروتين اللي مع الجي اس تي. ممكن كمان استغل انا الفكره تبعت الدومينز. شو يعني الدومين؟ دومين هو سوبر سكندري ستراكشر، مش هيك؟ اللي هو عباره عن اتس ا 3 دايمنشنال ستراكشر اند ات فولدز اندبندنتلي اوف ذا ريست اوف ذا بروتين. فلو عندي انا جين A فيه 2 domains، اوكي، هذا راح يصير له folding independently من الدومين الثاني. ولو عندي جين B برضو عندي انا 2 different domains، نفس الاشي، هذا بيصير له folding independently من الدومين الثاني. فانا ممكن اعمل recombinant gene بحيث انه راح ياخذ domain اول domain من هذا من جين A والدومين الثاني من جين B واحطهم على بعض وراح يطلع لي recombinant protein فيه two different domains. فهذه هي الفكره again تبعت الجينيتك انجينيرنج والrecombinant DNA technology والبايوكيمستري والبروتين ستراكشر. ف a great example هو green fluorescent protein. هذا البروتين بيصير له expression بالجيلي فيش. إذا بتشوفوا عالم البحار، بتشوفوا بأعماق البحار في عندكم السمك والكائنات هاي البحرية اللي بتضوي. العلماء اكتشفوا إيش هو الجين، واحد من الجينات اللي بتعطي فلوريسنس اللي هو اسمه green fluorescent protein. بعدين اكتشفوا إنه في عنا red fluorescent protein و yellow fluorescent protein. فممكن أعمل الـ DNA تبعي فيه green fluorescent protein وبيجي على طول بعدين البروتين اوف انترست. فلما يصير في اكسبرشن راح يطلع عندي انا البروتين تبعي هياته هون بيصير له فولدنج والجرين فلوريسنت بروتين بيصير له فولدنج. فهذا البروتين تبعي راح يضوي. فانا اذا صار له اكسبرشن جوا الخليه انا راح اشوف هذا البروتين وين بروح، راح اشوف امتى صار له اكسبرشن، راح اقدر اني اعمل ديتكشن لهذا البروتين. اوكي، هلا هون يعني صور رائعة لاستخدامات الجرين فلوريسنت بروتين. هون صار اكسبرشن للجرين فلوريسنت بروتين جوا السيلز، فبس جرين فلوريسنت بروتين. لاحظوا انه الخلية بتضوي. هدول النيورون سيلز، لاحظوا انه مش بس انه انا بشوف السيل، لا انا بشوف كمان how they are connected to each other which is amazing. هون انا عملت بس الاكتين بروتين اللي بيصير له فلوريسنس. لاحظوا كيف شكل الاكتين، اوكي، الفيلمنت تبعت الاكتين. هون الميكروتوبيولز، التوبيولين بروتين هو اللي صار له، هو اللي صار ريكومبيننت مع الجرين فلوريسنت بروتين. لاحظوا انه الفانكشن تبع التوبيولين تبع الاكتين ما تاثر لساته، it does its own function. ليش؟ لانه الدومينز ار ديفرنت تبعت الجرين فلوريسنت بروتين بالمقارنه مع التوبيولين او الاكتين. هون ميتوكوندريال بروتين، فانا عمالي بشوف الميتوكوندريا داخل السيلز. مش بس البروتينز جوا السيلز انا ممكن انه اخليها تضوي، نو اكشلي ذا هول اورجانيزم راح يضوي از ويل. اوكي، الورم، الفلايز، الرابتس، الفيش، اتسترا. فالنباتات حتى ممكن اخليها انها تضوي. And this is really, really amazing استخدامات the green fluorescent protein. This is the beauty of molecular biology and biochemistry.